الدريغ واحد اخلص قدام الناس شفتني بارس شفتني بارس انا انت انا 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 شفتني وينك واخلص انا انت انا 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 انت انت يعني شو عليك شو هالبلاخلاق شو الحركة انت عم تعمل يا هلا شو هيدا اللي عم تعمله هيك شافوا صاحبه عم صرخ عليه اجى قال له شو بك يا دمازيل هيدا صاحبي اخلص هيز دام هندس ليه عم صرخ عليه قلت لك هالحركة انت عم تعمل يا هون يعني شو عليه ارس ليك شو هالحركة قال له شو بك قال له لا 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 قال يا دمازيل هيدا صاحبي الاخلص عم يسألك انت من اهل العروس ولا من اهل العريس؟